شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا سعيد بالالتقاء معك خلال هذا يمكن الفرصة القصيرة. أكيد هي طبعا أن البطولة العربية بطولة مطلب للشعب العربي أنه يصير تجمع. التجمع اللي كنا احنا في السابق كنا نشوفه احنا صغار، نشوف هذا البطولة العربية الجديدة اللي هي في 2017 أنها تستمر لين الفترة أبعد عشان تطلع لاعبين كبار ونشوف لاعبين من المغرب، او من تونس او من مصر او من هذه الأندية. كانت قريب المشاهدة في خاصة احنا بالوطن في الخليج كنا نشوفهم عن قرب، الحين من صاروا بعيد عنا ما صرنا نشاهدهم كثير. اتمنى هذا البطولة انها تكون بطولة فيها الخير على الكل ان شاء الله. جميل، النسخة المصرية والله شوف هي البطولة كانت يعني المفروض هي تكون تنافسية اقوى من التنافس الحالي اللي احنا شفناه خلال هذه البطولة النسخة الأخيرة. كان بعض الفرق دخلت هذه البطولة بالنسبة لها يمكن كأعداد، لكن للأسف يعني الأعداد ما تكون في بطولات في أندية كبيرة دخلت بالصف الثاني أو دخلت كضيف شرف هذه البطولة. أتمنى أنا من أي نادي يشارك في هذه البطولة يدخل تحقيق البطولة، أن الأندية وراها جمهور كبير، أندية مطالبة في البطولات. أعتقد أن فريق الترجي والفريق الوداد الفريق المغربي كان هو الفتح الرباطي وفريق الزمالك كان هما الفرق اللي كانوا جاهزين لهذه البطولة. وفي بطولة مفاجأة اللي هو الفيصل الأردني، صراحة فاجأنا في هذه البطولة، لكن احنا مش مستغربين على الفيصل الأردني، فريق كبير تاريخه كبير في هذه البطولة، أتمنى له التوفيق. أعتقد أن فريق الترجي هو الفريق الأفضل في هذه البطولة. في عوامل كثيرة رشحوا لنا بطل، لأن فريق الترجي دخل هذه البطولة ما دخلنا أنه هو جاي سياحة ولا أنه جاي إعداد الفريق جاي ياخذ هذه البطولة. أعتقد أنه هو الفريق المرشح لهذه البطولة، وأتمنى التوفيق للفريق الفيصل الأردني، فريق طموح، فريق بدأ بطولة كبيرة، أتمنى له التوفيق. أتكلم على قيمة علي الحبسي، علي الحبسي لاعب كبير، يمكن علي الحبسي إضافة، أتمنى يكون إضافة للدور السعودي. ممكن الكل يعرف أن الدور السعودي مطلب، حتى اللاعبين الكبار في أوروبا يتمنون يلعبوا في الدور السعودي. إن شاء الله علي يحقق طموحات الجمهور الهلال، هو ممكن اللي نحن نفكر فيه في عمان إن ممكن علي هو مطلب البطولة الآسيوية اللي ما تحققت للنادي الهلال من فترة بعيدة. أتمنى إنه يكون يحقق هذا البطولة معهم علي الحبسي إن شاء الله. أنا أشوف ممكن بحكم إن أنا ممكن قريب على الدوري السعودي والإعلام السعودي، أعتقد إنه الإعلام السعودي والجمهور السعودي ما يرحم علي الحبسي في حالة أن عدم توفيق علي الحبسي. اليوم أنت علي ممكن قدم مستويات كبيرة في الدور الإنجليزي، الكل يشهد فيه في خلال الفترات الماضية. اليوم علي الحبسي يجي دور السعودي ودور العربي، أكيد الجمهور يطالب منه ممكن أكثر من المجهود اللي هو قدمه، لكن هي كورة في النهاية. أكيد أنا أتمنى من هذا المنبر أن الإعلام السعودي والجمهور أنه يصبر على علي في بداية الموسم، ممكن للفريق ما يكون علي بعد ما انسجم مع الفريق، أتمنى له. لكن كقيمة أعتقد أنها ضربة معلم من إدارة الهلال السعودي. علي ممكن الموسم الماضي فريق الهلال حرز بطولة الدوري مع حارس المعتوق، أكيد في جمهور الهلال أكيد منقسم في اختيار علي الحبسي. يمكن عدم توفيق علي الحبسي في بداية المباراة أكيد حيكون علي ضغط، لكن علي ما يخاف عليه من الضغط، لاعب كبير قد حصل ضغوطات كثيرة. أعتقد حتى الإعلام السعودي ما راح يرحم علي في حالة إخفاقه، أعتقد لكن أن علي بيكون ورقة رابحة للفريق. الهلال صحيح ممكن أن تجربة اللاعب العماني في دور السعودي تعتبر تجربة ناجحة، يعني في سبيل المثال عندك يمكن تجارب كثيرة، يمكن عماد الحوسني وصل مع الفريق المباراة النهائية آسيويا مع الأهلي، أحمد حديد مع الاتحاد وصل حتى قدموا مستويات يعني كبيرة في الدور السعودي. أعتقد اللاعب العماني مش غريب على الدور السعودي، أعتقد أنه
حتى يعني موضوع البيئة والعادات والتقاليد، يمكن اللاعب العماني يتأقلم بسرعة في هذا الدوري. عوامل كثيرة ولا سواب كثيرة، أعتقد أن الفترة الأخيرة المنتخب العماني مش هو المنتخب الجيل اللي حقق بطولة كأس الخليج 17 بعمان. أعتقد أنه ممكن حتى تغيير في أجهزة الفنية في المنتخب الوطني هذا عامل، ممكن حتى في إدارة الاتحاد بخروج السيد خالد وقدوم إدارة أتمنى لها التوفيق، إدارة أحمد الوهيبي، في وحتى اللاعب العماني أنت ثقافته وتفكيره أنه هو كلاعب يمثل الوطن خارجيا ما صار عنده هذه الثقافة الكبيرة أنه يمثل، لكن من يخاف على الكرة العمانية، الكرة العمانية إن شاء الله ولاده. ممكن احنا في فترة إحلال، أعتقد أن هذه الفترة مع المدرب الجديد حتلاشى، وإن شاء الله في القادم يطلعوا لاعبين كثار للدوري الدوريات الخليجية إن شاء الله. الموج الأزرق يغرق اللي يطفى هذا الهلال، الهلال وعشقه الموج الأزرق يغرق يغرق اللي يطفى هذا الهلال.